سؤال آخر، تقول السائلة: زوجي عنده قضية في المحكمة، طيب عليه أن يحلل نتائج الامتحانات للسجين، وسيتم استجوابه عن كل النتائج والتشخيصات. الأمر متعب للغاية، يحتاج إلى تركيز كبير. المحامون سيحاولون تغليط نتائجه والطعن فيها بكل الأشكال، وهو لا يستطيع التركيز إذا كان صائما، لأن الموضوع ممكن أن يمتد لمدة يوم كامل، وأداؤه في المحكمة يمكن أن يغير مصير إنسان من السجن إلى البراءة. هل يجوز له الإفطار في ذلك اليوم؟ أقول للسائلة الكريمة: لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول ترخص الطلاب في الفطر بسبب الامتحانات الطويلة التي قد تمتد إلى بضع ساعات، جاء فيه ما يلي: الأصل أن يحافظ المسلم على صيام رمضان، وأن يدرك أن تعمد الفطر بغير عذر من الموبقات، ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة، بحيث تعوقه عن أداء الاختبار بسبب طول الامتحان أو شدة التعب عند شعوره بالحاجة إلى ذلك، وعليه القضاء. فلعل هذه الحالة تقاس على تلك، إن كان حقا ما يقول: المرء أمين على دينه، الوقائع ودقتها مسؤولية المستفتي، إن حاولت أن تضع الفتوى التي تريد على لسان المفتي بما تزيف من وعيه وبما تسوق له من وقائع مغلوطة، فلا تحسبن نفسك بمفازة من العذاب. التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. فلعل هذه الحالة تقاس على تلك، إن كان حقا ما يقول ويخشى من تضرر طرف بريء يدلي بالشهادة في قضيته، وقد يفضي الأمر إلى سجنه. ونؤكد ونكرر: المرء أمين على دينه، والله تعالى أعلى وأعلى.